ده اول حاجه. ما محل الليله والدمنان يسعى في الارض الفساد ينشر الشرك والضلال باعلى المستويات. والله ما محل الليله. فهمت؟ كلام جايك لسه تقيل، لكن افهم معايا القران اول حاجه. اول دمنان صاحبي ده يوم جابوا في حلته هناك، والدمنان قدر ليش بجاي يمكن جابوا في حلتنا، ومن الصباح الجماعة جابوا لوني الحيران بتاعهم هم مساكين. قولي طبعا الليلة شيخنا البرني جاي هنا، ما الليلة بنجيب. أيوة جابوا العصر. أنا العصر أول ما الحلقة بدت طبعا النوبة والهوز دي حرام تسمعها، لكن جيت عشان أجيب لهم شيخهم ده. أول ما جيت وقفت في طرف الحلقة والناس ملمومة، أمة من البشر نسوان ورجال وكده، وشغال بنطط في النص بعصايه في ذاته بنطط. انا وقفت هناك في الطرف معاه شله كده جوا زي سبعه ثمانيه انفار في النص. ديل لقيت لي فرصه خشيت معاهم جوا. جماعه بعاني فيني كلهم بعرف ما بعرفني، لكن ناس الحين لا بيعرفوني. قالوا زول ده اللي جابوا نشوا واحدين بيحضروا لي يقولوا لي برميك برميك. انا ترى انا جايين جوا. خشيت جوا وقفت مع الناس الجمهورين. عارف الشغل ده بتاع سين لا ما دين. فقريت آية الكرسي المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ولا تميت ذاته في نصها كده. فعشوية عمك والدمرين بقى باشر كده، وما طبعا تأشر برمي بيأشر ما في ذو البقع. ثاني أشر بهيني ما في ذو البقع. فعشوية نطل عليه وبقى تفل تقول ده قال تقول ده البنتاغون ده القران يا مسكين. طبعا عارف دمنه؟ دمنه دبل. جيبوا لي واحد حيوان قريبي حيوان يا ولد جنبي قال لي بسمع بقرا في القران. اكان جاي للشيخ الشيخ بقرا في القران. انا بقرا في القران انت ابليس يا وسخان قران معلومات ما شايف كثير اشياء. قال لي ده بقرا في القران. انا قريت قران والسحر بتاعي وقف. ده دي في دين بيوقف القران؟ كما انت مجنون مخمول لك واحد موهوم في دين القران بيوقفه؟ مع شويه جاوني لك دراويش ما شبعانين من جماعات من ديل دراويش ما كدين شنو انا ما عارف شالوني من طول عيد اوه فوق الحلقه اوه ده انا برا لين بقدر عليهم. انا حدي القران لكن ما انا ما بقدر عليهم. شالوا وجه ثواني برا يقول شاليني فوق. استغلت شاليني فوق دي مهمه فوق بجيب بكور. قلت لهم ده ساحر مجرم ده شيخك ده واتحدى وراهم. قلت لهم ده قران قريت قران. الشغل ده كله وقف وسع ومو كلام كثير. هسه دي مش مجاهد هسه خليه يفتح لنا المحل احنا من جوا الامن مش لمين محل امننا تنجي ولد من وحي قران. لو عنده دين نحن بنقرا قران خليه يرمي لنا ولا خليه من اي اللي يجي مني لا يجيب عصاته ويجري مني. انا ده انا بجيب لك قدامه في وشه كده ده خليه يجري مني. دجال مجرم ترمي الناس ليلته ده دين ترمي الناس يجري بيه ونقط. بعد شويه انتهي جماعه يجوا ابويا الشيخ بركاتك ابويا الشيخ دارينا الجنه. هذا انت مستعمل ده لعب الدين. ولا بد تنكشف الحقيقه للناس ولا بد الامه دي تعرف حقائق المتصوفة. قلب يلعن بدين الناس، قلب يأكل أموال الناس بالباطل. ربنا يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان قال زول ده ودى المنين بتاعكم ده قال لا يأكلون أموال الناس بالباطل. تجي تعمل فيها ترمي الناس ترميهم ليه؟ دجل وشعوذة وتنكش غال بالنوم كشلوا 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 يا زلمة في دين بينهم. الرسول نبته هنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الدين يعني؟ وين نبته؟ صحابة نبتهم كانوا يعملوا كيف؟ في صحابة كان بيدعوا زمان واحد من السلف لعله الإمام مالك قاموا قالوا لو عندنا ناس بيسمعوا القرآن أظن دقة وهذا بيسمع مو نوبة القرآن بقى. قال له ايوه ارفعوه قال في ميزنة فوق ارفعوه في الميزنة. قال وقالوا له شوفوا بقى والله ما يقع. وسط الجماعة بتوقع يدين خليه
ليك من مدلبين حيران ونجد عودين نحن ما عندنا المشكلة بنرفع كينات في محلهم. شفت الريسيفر ده شوف الطبق ده بنرفعك في محله وبندق عليك وقت الدنيا دي كلها كشروا 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 سرتي 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 بندق عليك اقع اقع عشان رقبتك تنكسر نرتاح منك يا معفن تلعب علينا احنا انت وعد كده واه تردق معاك في وجع مساكين مواهيم يا اخي الدين ما فيه تقع ذكر الله ما فيه تقع والله تقع ولا تقلب قومه يا ربنا في القران كلمك عن الذكر الله قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال للذكر تقول الذكر فيه نطق النبي عليه الصلاه والسلام كان بينطق الله يسالكم اديني روايه ولو ضعيفه ذاته انه النبي شال لنا وضوك ولف قرقور كده ده فيه كان ما لعب على امور الناس والامه المسكينه صدقت انه ده دين وده ما دين عارف المعلومة دي ده ما دي عبارة عن شعوذة ودجل وخرافات بنشر فيها زي ود الميلاند وغيره ونحن كلامنا لسه كتير انا اترك المجال يا اخونا الاستاذ مزمل الشتم بالناس دي الدين لانه ربنا قال وكذلك نفصل الايات القران والسنه ليه؟ ليه ربنا فصل الايات؟ ولتستبين سبيل المجرمين وصية القحطاني بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.